فأود فعله أولا حتى أوضح لكم نظرية منصف الزاوية، ومن ثم سنثبتها لأنفسنا. إذا لدي مثلث عشوائي هنا A B C، وما أرغب بفعله هو أن أقوم برسم منصف زاوية. بالنسبة لهذه الزاوية الموجودة هنا يمكننا إنجازها بأي من هذه الزوايا الثلاث، لكنني سأفعل هذه حتى يكون الإثبات بسيطا. ما سأفعله هو أنني سأنصف هذه الزاوية، أي الزاوية ABC. إذا دعونا نفترض أن هذا منصف الزاوية للزاوية ABC، وبالتالي فهذه الزاوية مساوية لتلك الزاوية الموجودة هنا. ودعوني أسمي هذه النقطة، دعوني أسميها النقطة دي نظرية منصف الزاوية. مضمونها أن النسبة بين الحجم والذي لا يكون هذا المنصف، فعندما أضع منصف الزاوية هذا هنا سينشئ مثلثين صغيرين من هذا المثلث الكبير. نظرية منصف الزاوية مضمونها أن النسب بين الأضلاع الأخرى لهذان المثلثان اللذان أنشأناهما الآن ستكون نفسها، أي مضمونها أن نسبة AB إلى AD، AB إلى AD سيكون مساويا للنسبة BC إلى CD، BC إلى CD. إذن بالتالي نسبة هذا هو الضلع هنا إلى هذا، وهو هذا الضلع هنا، ستكون مساوية لنسبة هذا، أي هذا، إلى هذا الموجود هنا. أي إلى CD. إنه نوعا ما عندما ترى نسبة هذا إلى هذا ستكون نفس نسبة ذلك إلى ذلك، إنها نتيجة جيدة لكن يمكنك تقبلها بسهولة لأنها فقط جيدة، بل نرغب في إثباتها لأنفسنا. فيمكنك أن تتخيلها، لدينا نسبة ونريد إثباتها باستخدام المثلثات المتشابهة، ولحسن حظنا هذان المثلثان هنا ليسا بالضرورة متشابهان. نحن نعلم أن هذان المثلثان متطابقان، لكننا لا نعلم إذا ما كانت هذه الزاوية مساوية لتلك الزاوية، ولا نعلم، لا يمكن وضع عبارات كهذه. وحتى نضع هذا النوع من القضايا سيكون علينا أن ننشئ مثلث آخر ربما سيكون مشابها لواحدا من هذه المثلثات الموجودة هنا، وطريقة فعل هذا ستكون لرسم خط آخر، وهذا نوعا من لم يكن هذا الإثبات واضحا لي للمرة الأولى عندما فكرت به، فلا تقلقوا إذا لم يكن واضحا لكم. ما يحدث إذا إكمال هذا المنصف، منصف الزاوية هذا الموجود هنا، دعونا نكمله. إذن إنه يستمر أكثر وأكثر، وربما يمكننا أيضا أن ننشئ مثلث مشابه لهذا المثلث. إذا قمنا برسم خط موازن لـ AB هنا لنحاول أن نفعل هذا، إذن حسنا أنتم تعلمون يمكنكم دائما أن تجدوا، إذا لم تقع C على AB فيمكنك دائما أن تجد نقطة تمر بالخط وتمر بـC وتكون موازية لـ AB. إذن دعونا حسب التعريف ننشئ خطا آخر هنا، ودعونا نسمي هذه النقطة بـ F، ودعونا نختار هذا الخط حيث يكون بطريقة ما بحيث يكون FC موازيا لـ AB. إذن هذا موازيا لذاك، إذن FC موازيا لـ AB، FC موازيا لـ AB، ويمكننا أن ننشئه بهذه الطريقة. والآن لدينا أشياء مثيرة للاهتمام وفعلناها بهذه الطريقة حتى يكون بإمكاننا جعل هذان المثلثان متشابهان. دعونا نرى ذلك، دعونا نرى ماذا يحدث. وقبل أن نفكر في التشابه دعونا نفكر ببعض الزوايا أو ما نعرفه عن بعض الزوايا الموجودة هنا. نحن نعلم أن لدينا زوايا داخلية بديلة، إذن فكروا فقط بهذان الخطان المتوازيان. فيمكنني أن أتخيل أن AB سيستمر هكذا، FC سيستمر هكذا، والخط BD هو مستقيم قاطع. فمهما كانت هذه الزاوية، هذه الزاوية ستكون من الزوايا الداخلية التبادلية،
والتي تحدثنا عنها قليلا عندما تحدثنا للمرة الأولى عن الزوايا التي لديها مستقيمات قاطعة وكل ذلك. إذا هاتان الزاويتان ستكونان نفس بعضهما، ولكن هذه الزاوية وهذه ستكونان أيضا نفس بعضهما، لأن هذه الزاوية وتلك الزاوية متساوية، هذا منصف. ولأنه كذلك نحن نعلم أن الزاوية ABD هي نفس الزاوية DBC، فمهما كانت هذه الزاوية ستساوي هذه الزاوية وهذه الزاوية أيضا. وهذا يعطينا نتيجة مثيرة للاهتمام نوعا ما، لأن لدينا هنا حالة، إذا نظرنا إلى هذا المثلث الأكبر ABFC لدينا زاويتا القاعدة متساويتان، وما يعني أن هذا يجب أن يكون مثلث متساوي الساقين. إذا BC يجب أن يكون مشابها لFC كان هذا جميلا، لقد قمنا باستخدام المستقيم القاطع والزوايا الداخلية المتبادلة حتى أوضح أن هذه منصفات BC وFC هما نفس الشيء، وهذا يمكنه أن يكون مفيدا لأننا نعلم أننا نريد، لدينا شعور بأن هذا المثلث وهذا المثلث سيكونان متشابهان، لم نقم بإثبات ذلك بعد. لكن كيف يساعدنا هذا الحصول على شيء ما عن BC؟ لكننا أوضحنا بأن BC وFC متشابهان، إذن هذا سيكون نفس الشيء الذي نسعى لإثباته. إذا كان بإمكاننا أن نثبت أن نسبة AB إلى AD هي نفس نسبة FC إلى CD، وقد أوضحنا أن BC تساوي FC، لكننا لن نبدأ بالنظرية بل سنحاول الوصول للنظرية. إذن FC موازيا لAB، بمقدورنا وضع هذه المثلثات المنصفة توضح أن هذه الأضلاع متساوية. الآن دعونا ننظر إلى بعض الزوايا الأخرى هنا، ومن ثم سنشعر شعورا طيبا حيال ذلك. لكن لدينا هذا، إذا نظرنا أن المثلث ABD هذا المثلث الموجود هنا والمثلث FDC، وقد أوضحنا بالفعل أن لديها مجموعة واحدة من الزوايا المتشابهة. ABD تحتوي على هذه الزاوية الموجودة هنا والتي ستكون زاوية عامودية مع هذه الموجودة هنا، لذلك هما متطابقان. ونعلم أنه إذا كان مثلثان لديهما زاويتين نفس بعضهما في الواقع، فإن الثالث سيكون نفسه أيضا. أو يمكنك أن تقول نظرية الزاوية المتشابهة أن هذان المثلثان متشابهان. دعوني أكتب هذا. إذن أريد التأكد من أنكم حصلتم على الأضلاع المتطابقة، وهذا صحيح. نحن نعلم الآن من خلال الزاوية، سأبدأ بالزاوية الخضراء ثم الزاوية الزرقاء. المثلث BDA يشبه المثلث، مرة أخرى دعونا نبدأ بالزاوية الخضراء، يشبه المثلث FDC، المثلث FDC. ونريد أن نصل هنا إلى نظرية منصف الزاوية، نود النظر إلى النسبة بين AB وAD في المثلثات المتشابهة. النسبة بين الأضلاع المتطابقة ستكون نفسها في المثلثات المتشابهة، أو يمكنك أن تجد النسبة بين ضلعي مثلث متشابه وتقارنهما بنسبة نفس الضلعين المتطابقين في المثلث المتشابه الآخر، ويجب أن يكون نفس الشيء. نعلم أن في المثلثات المتشابهة تكون نسبة AB، وهذا بالمناسبة كان من خلال خاصية مساواة زاوية إلى زاوية. إذن الآن وبما أننا نعلم أنهما متشابهان، نعلم أن نسبة AB إلى AD نسبة AB إلى AD ستساوي، ويمكننا أيضا أن ننظر إلى هنا بالنسبة للأضلاع المتطابقة، نسبة AB الضلع المطابق سيكون CF سيساوي CF على AD، حيث أن AD هو نفس الشيء لCD على CD. ونحن نعلم أن نسبة AB على AD يساوي CF على CD، وقد قمنا بإثبات ذلك لأن هذا مثلث منصف، حيث يكون CF نفس BC هنا. إذن CF نفس BC، وهكذا انتهينا. لقد أثبتنا أن AB على AD يساوي BC على CD. إذن لدينا شيئين علينا فعلهما هنا، الأول أن ننشئ المثلث الآخر الذي يسمح لنا على افتراض بأن هذا كان موازيا، هذا يعطينا شيئين، يعطينا زاوية أخرى.
حتى يوضح أنهما متشابهان، أيضا يسمح لنا أن ننشئ مثلث. إذا أن ننشئ مثلث هنا، إذا نحن قادرون على إنشاء هذا المثلث هنا، وقادرون على أن نوضح بأنه مشابه، وأن ننشئ هذا المثلث المنصف حتى نوضح إذا كان يمكننا أن نجد النسبة بين ضلعين من هذا المثلث وهذا، بالتالي ستكون هذه النسبة لهذا. إذا أمكننا أن نجد نسبة هذا الضلع إلى هذا الضلع، إنها نفس نسبة هذا الضلع إلى هذا، هذه النظائر. حتى أوضح أن نسبة هذا الضلع إلى هذا الضلع هي نفسها نسبة BC إلى CD، وانتهينا.